والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة رواند بودرغم. مساء الخير رواند. مساء الخير جورج. في عنا يعني طبعا ناطرين مثل ما كنا عم نسمع بالتقرير وصول وزير الخارجية الفرنسي، يعني كل الأنظار متجهة إلى الجنوب 1701. صحيح. وطبعا في اليوم جلسة التمديد للبلديات اللي صارت. نعم. بظل هذه الأجواء أين الملف الرئاسي؟ أين جهود الخماسية والاعتدال وكل هذه الأجواء؟ ماذا لديك؟ أكيد رح نشوف هلأ التفاصيل، وخصوصا أنه بالداخل ما في شيء، هلأ كله منصب على جبهة الجنوب، والجواب اللي محضر سلفا للطرح الفرنسي المعدلة كمان رح تكون هيك شيء من الماضي. صدق. صار تتصدر الجبهة الجنوبية المشهد السياسي الداخلي، إذ لا جديد رئاسيا ولا أفق خماسيا للتوصل إلى قاسم مشترك حول الحوار. عشية وصول وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني إلى بيروت، تقول مصادر قيادية للجديد إن الطرف الفرنسي سيسلم لبنان المسودة الجديدة للطرح الفرنسي خلال 48 ساعة وقبيل وصول سيجورني. هذه الورقة استبقها المسؤولون الفرنسيون بتحذير وصل إلى الرئيس نجيب ميقاتي من تدهور جدي يؤدي حتما إلى توسعة الحرب، ويترافق هذا التهديد الفرنسي مع موقف أمريكي مستجد يناقض موقف هوكشتاين السابق بربط العودة إلى بيروت بالهدنة في غزة، إذ تقول مصادر حكومية إن هوكشتاين أبدى استعداده للعودة إلى بيروت ما قبل سريان الهدنة في حال قبول لبنان بفصل جبهة الجنوب عن غزة. معلومات الجديد تؤكد أن جواب حزب الله معروف مسبقا لا للفصل، وليطبق 1701 بعد انتهاء الحرب، ولن تترك غزة لمصيرها في وجه الجنون الإسرائيلي. موقف حزب الله ليس بعيدا عن موقف رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إذ تقول مصادر مقربة من اجتماع كليمنسو إن الطرفين مقتنعان بعدم تطور جبهة الجنوبية وبأن الحرب لن تتوسع، وأن كل هذه الضغوط الدولية ليست سوى كلام فارغ وعمل لأجل المصالح الإسرائيلية. وعن وصف اللقاء تقول هذه المصادر إن العلاقة بين الاشتراكي وحزب الله يحكمها التواصل والتنسيق المستمر، وتهدف هذه الاتصالات واللقاءات إلى نقل الرسائل بين السيد حسن نصر الله والنائب السابق وليد جنبلاط، وما يحول دون لقائهما هو فقط الوضع الأمني الراهن. هذا واستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنسو وفدا من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا بحضور النائبين وائل أبو فعور وهادي أبو الحسن. وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، ولا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة. وكانت مناسبة لاطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الاشتراكي بهذا الخصوص، والتي تتضمن أفكارا عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتبارا من الأسبوع المقبل. النائب أديب عبد المسيح قال عبر هنا بيروت إن المعارضة تعتمد على الضمانة الدولية لعدم اعتداء إسرائيل على لبنان، ولا نوافق على تشريع سلاح المقاومة. اليوم في وسطات وفي ضمانات، يلي هو المجتمع الغربي من أمريكا لفرنسا، ضمان المجتمع الغربي طبعا، يعني هل يعمل بالمساواة المجتمع الغربي؟ هل يساوي ما بين لبنان وما بين إسرائيل؟ لا، بس على القليل أنا بدي أعمل كل الجهود أني أحمي لبنان بضماني غربية، وتحديدا أمريكا أو فرنسا أو خلينا نقول الدول الخماسية. هلأ إذا ما بدهم يكونوا على قد الضمانة، بالنهاية حزب الله منغمس بالحرب وحيضل مكمل الحرب. نحن إذا كانوا يشرعوا سلاح المقاومة قبل ويشرعوا سلاح حزب الله، نحن اليوم مش موافقين عليه. هلأ ما بدنا نجي نعمل حرب أهلية ونجي ندمر ونجي نقسم ينقسم البلد بشكل كتير مدمر، لأنه هيدا بعرف حيساعد إسرائيل، لكن بنفس الوقت بدنا نعترف أنه هيدا موضوع صار خلص، صار بالنهاية وصل لحده، ما بقى فينا نكمل فيه،
وبدنا نلاقي له خاتمة. اليوم أنت قطعت جلسة الانتخابات البلدية، لا يحق لك أن تقاطع جلسة ولا يحق لغيرك أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس. بحق لي طبعاً لأنه تعلقني. طب كيف عم تمنع عليه حق دستوري لنائب الآخر أنك تفرض عليه يكون موجود بجلسة الانتخاب؟ أنا متعهد أنه ما أحضر جلسة تشريعية غير ما أنتخب قبل رئيس الجمهورية. وبعد الجلسة التشريعية التقى تكتل الاعتدال الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتطرق التكتل لموضوع مبادرته الرئاسية. حكينا مطولا بموضوع المبادرة اللي أتلقتها الاعتدال لهدف الأساسي هو إنهاء الشغور بسدة الرئاسة الأولى. وضعنا دولته بالأجواء للجولة الأخيرة اللي قمنا فيها على الكتل النيابية اللي أكدت بدورة على موافقتها على مضمون المبادرة. طبعا أكدنا لدولته أنه احنا حريصين على التعاون معه مع كل الأفرقاء اللبنانيين لتذليل العقبات اللي تتعلق بالشكل لهذه المبادرة اللي تحدد بنقاط 10 تم تسجيل 8 منهم. بقي عندنا نقطتين أساسيتين بيتعلقوا برئاسة الحوار وبالدعوة إلى الحوار من الأمانة العامة. هول النقطتين دولنا فيهم مع دولة الرئيس. الرئيس أكد على أنه هذه النقاط 10 هو ملتزم فيها. طبعا سوف نسعى مع دولته مع كل الأفرقاء ومع مسائل اللجنة الخماسية لنشتغل كلنا على تسجيل هول العقبتين الأساسيتين اللي عم يحولوا دون الوصول إلى هذا اللقاء اللي سوف ينعقد تحت كنف المجلس النيابي، لحتى نروح على الجلسة حاملين اسم أو اسمين أو أكثر لنروح ننتخب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتلة الاعتدال الوطني في السرايا، وجرى البحث في أجواء مبادرة الكتلة ونتائج جولاتها. وبعد الاجتماع تحدث باسم الكتلة النائب سجي عطية. وضعنا بأجواء المبادرة وجولاتنا ونتائجها، والحقيقة كان داعم ومشجع وأكد على المتابعة فيها بزخم أقوى وأحسن، لأنه هذه مسؤولية وطنية والاعتدال بعده حاضر بكل إمكانياته. وكمان يعني إذا بدك لمسنا كل العقد الموجود، هو كمان حيساعدنا بالتعاون مع رئيس بري مع باقي الأقطاب. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن طعنة من جديد يواجهها محور الممانعة والتيار الوطني الحر للديمقراطية في لبنان، وكتب عبر منصة إكس إن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، والدليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها. وبعد امتناع وزير الدفاع موريس سليم من إحالة الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان والدراسة التقييمية للمجال البحري على الرغم من إحالتها إليه بتاريخ 9/11/2023 ولغاية تاريخه لم يحيلها سليم إلى مجلس الوزراء، وللحقول دون خسارة مساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7 ملايين يورو لأنه ربطها بالموافقة على هذه الاستراتيجية، أحالها قائد الجيش بتاريخ 24/4/2024 مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء. مصادر الجديد تؤكد أن الاستراتيجية لن تقر في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، إلا أن الاستراتيجية ستوزع على الوزراء للاطلاع عليها وبحثها. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. جورج عوديلة، شكرا لك.